طبعا الدور الجديد الشاب بدبوريا وبكل بلاد العربية بيعاني من أزمة سكن. أنا برأيي الشخصي بحكي إنه الجيال اللي طالع جديد ما مش راح تلاقي محل للسكن ولا البنى ولا الأراضي حتى للغير بالأجار. أنت اليوم كشاب بتعاني من أزمة السكن؟ بعاني من تكاليف أزمة السكن. أنا شخصي يعني الحمد لله نفدت مش بقدرتي يعني ومش بمالي الخاص بسبب ورثي، أما لو الواحد اليوم بدي يشتري أرض ويعمر فأنا بحكي من مش مستحيل، من سابع المستحيلات. برأيك شو الحلول حتى توفر أكثر أقسام البناء للأزواج الشابة؟ الحلول هي بدها تكون حلول سياسية أكثر من ما إنها حلول اجتماعية. أنا بحكي أنا برأي الشخصي إنه هاي سياسة مقصودة ومستهدفة للشباب العربي خصوصا في الداخل. مطالبنا هي بسيطة جدا، إنه على أقل ما فيها إنه يكون في مصداقية بالفرص وعدل بالفرص للشباب اللي طالعة، لأنه أنا برأي إنه الجيل العربي الشباب اللي موجود في الداخل عنده قدرات وعنده كفاءات إنه يقدر يمسك مناصب اللي غيره ماسكها بكفاءات أقل بسبب هوية، بسبب القومية يعني. طبعا بتعاني كل القرى العربية بتعاني، لأنه اليوم الأزواج الشابة عندنا هم إلهم مشروع في الحي الغربي تبع البلد الشمالي. هذا المشروع كثير يحمد عليه الرئيس السابق اللي هو اسمه زهير يوسفية. فمشروع الحمد لله يا قام وقام عمارات فيه جديدة اللي يعني بتخفف موطئة السكن. السكن عندنا في ضائقة مش بطالة. أغلب الشباب اليوم اللي بتجوزوا بيعانوا من هاي الأزمة وبيروحوا بيستأجروا دور في الأجارات. شايف علي اللي كثير ناس إن شاء الله اليوم بهذا المشروع يحمد عقباه. فمنتأمل خير إنه حكونا إنه هذا المشروع راح يتم في سنة 2025، لأنه فيش خطوط مجاري لحد اليوم. الحلول اللي بدي أقول لك إياه إنه توسيع منطقة العمار في دبوري، هاي أكبر مشكلة منعاني منها اليوم. في أرض كثير ملاك في دبوري، طبعا الخارطة الهيكلية بدها توسيع، بدها همة من رئيس المجلس المحلي الحالي اليوم اللي انتخب رفعت عزايزة. فبنتأمل خير منه إن شاء الله ويسعى في مشاريع جديدة وتوسيع الخارطة الهيكلية حتى تحل الأزمة اللي فيه دبوري. في كثير أرض العمار في دبوري، إن شاء الله بنتأمل خير من رئيسنا الجديد. نقول لك إنه دبوري زيها زي كل بلاد العربية بتعاني من أزمة سكنية للزواج الشابة، مع إنه بالسنوات الأخيرة أقيمت عنا الحارة الغربية اللي هي أعطت لقسم من الأزواج الشابة مساحات وأراضي اللي يقدروا يبنوا، بس هذا الإشي مش كفاية، لا يكفي كل الأزواج الشابة في دبوري. على صعيد المثال يعني في كثير ناس قدمت للاستحقاق اللي بيسموها الزكاوت، مش كل الناس طلع لها، فمش كل الناس قدرت تحصل على قسيمة أرض، وغير هيك القسائم كانت محدودة فما كانتش كفاية لكل الأشخاص أو كل الأزواج الشابة في دبوري. الحلول إنه المجالس المحلية تسعى لتوسيع الخارطة الهيكلية للبلد زي ما صار عندنا بالسنوات الأخيرة. المجلس السابق اللي كان على رئاسته زهير يوسف أبو أحمد قدروا يحصلوا الحارة الغربية، بظن إنه المجلس الحالي برضو لازم يحاول ويسعى لتحصيل كمان قطع، كمان محلات اللي يسكنوا فيها أهل دبوري، لأنه الأزمة بتخنق شوي شوي. إنه دبوري كلها اليوم 3 و4 طبقات البيوت، فلا يعقل إنه نضلنا. طبعا إنه بعاني من أزمة سكنية. أنا اليوم أب لثلاث شباب، عندي بيت، وعشان البيت باسمي أنا بقدرش أحصل على استحقاق الزكاوت عشان أقدر أقدم لقسيمي. حتى لو المجلس أطلع قسائم لدبوري أنا بقدرش أقدم لها، لأنه بيطلع ليش الاستحقاق الزكاوت هذا، لأنه في بيت باسمي. فشو مع ثلاث شباب بعرف شو ممكن نعمل. الرسالة لكل واحد مؤثر بهاي الدول، إن كان رئيس إن كان أعضاء كنيسة، إنه توسيع الخارطة الهيكلية لدبوري،
او لكل بلاد العربيه. يعني اللي بظن لك المشكله هاي موجوده مش بس بدبوري، انه كل ببلادنا العربيه مشكله التوسعه، مشكله انه في تضييق، انه فيش عندنا اراضي للبناء.